يا جماعة أعتقد أنه كلكم بتعرفوا من هي قناة شفا. بتعرفوا أنه هذا أول فيديو أنا بعمله عن قناة شفا، ولكن هذا الفيديو أنا ما رح أنتقد قناة شفا لأنه شفا حاليا بالمستشفى. نعم يا جماعة، نعم، الموضوع حقيقي ومش كذب، الموضوع حقيقي 100%. شفا راحت للمستشفى المرة الخامسة خلال شهر واحد. نعم يا جماعة، نعم. يلا شفا نروح المستشفى، يلا نروح المستشفى يا شفا، المستشفى يلا نروح المستشفى يا شفا، يلا يلا شفا نروح المستشفى. شطورة، الله يرضى عليك. يلا يلا نروح المستشفى، يلا 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 نروح المستشفى. الحين رايحين المستشفى، دعوا لنا حبايبي. يلا نروح المستشفى، يلا. ايش يا جماعة عاملين محتوى انتم مستشفى؟ عندكم اشتراك مستشفى؟ ايش فيه؟ اقسم بالله يا جماعة بتفرج خلال شهر واحد، خلال شهر واحد قناة شفا منزلين 5 فيديوهات بالمستشفى، 5. مثلا قبل 3 أسابيع مراحل عملية شفا بالمستشفى، مؤثر. شو صار بعد عملية شفا؟ مفاجأة شفا بحفلة بعد خروجها من المستشفى. أول طلعة لشفا بعد العملية، جربت الكرسي المتحرك. أخيرا طلعت الجبيرة وصرت أمشي. ايش الثمنيل هاي؟ تخيلوا أنا أعملكم فيديو، تخيلوا أعملكم فيديو، الصورة المصغرة تاعته تكون ايش هذا؟ برضه بعد سلسلة المستشفى هاي، بعد اسبوع واحد شفا في المستشفى، ما توقعت اللي صار. اسمع اسمع، والله هدول الجماعة عاملين اشتراك بالمستشفى، أنا نفسي أفهم هم عندهم اشتراك بالمستشفى، هم أهل شفا كل ما يزهقوا خلص يلا بدنا نروح نعمل فيديو هلا بالمستشفى، نودي شفا على المستشفى. أنا آخر مرة حكيت فيها عن شفا كانت قبل 6 أشهر، وقبل 6 أشهر كنت حكي عن هذا الموضوع، عملوا هذا الموضوع قبل 6 أشهر، ومن 6 أشهر لهلا تضاعف الموضوع عندهم ما شاء الله. بهذا الفيديو راح نشوف الإشي اللي بيعملوه أهل شفا بشفا، ليش بودوه على المستشفى كل يومين. شفا طلعت وردت علي وعلى الحكي اللي أنا بحكيه. نعم يا جماعة، شفا لأول مرة طلعت وردت على الحكي اللي أنا حكيته. البنت لازم تتصل، لازم نطلع فيك فيديو ولازم نعمل منك فيديو. مريضة مش مرأة غصبا عني. إيه هذا الخبر كذب؟ أحنا ولا مرة جبروني على التصوير، أنا أصلا أحب التصوير. وما تصدقون أي إشاعة؟ ولا إشاعة، كلهم كذابين حسودين. المهم كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ والله إني مشتاق لكم كثير، وأنا عارف إنه صار لي فترات قاعد بقطع كثير، بس يعني هني شوي شوي هلا راح أبلش أرجع مزبوط. يعني فيديو شفا دائما أنا بدي بنزل كثير. هلا انا زي ما بتعرفوا هذا يمكن تاني فيديو بعمل عن قناه شفا، ما عمري ابدا عملت فيديو عن قناه شفا، يمكن فيديو واحد بس عملته عن قناه شفا. يعني اظن انه كثير منكم ما بيعرف مين هي قناه شفا. قناه شفا يا جماعه باختصار هي اكبر قناه بالوطن العربي وثاني اكبر قناه بالوطن العربي. نعم عندها قناتين، قناتها الثانيه هي الاولى على الوطن العربي حاليا، اللي هي القناه تقريبا 37 مليون مشترك. القناه الاولى على الوطن العربي هي القناه الثانيه لشفا. اسمعوا هاي القناة، قناة يعني اشي غريب، اشي غريب جدا. هلا بالعادة قناة شفا بتنزل فيديوهات للاطفال، بس يعني حتى الاطفال نفسهم مش فاهمين شو هي هاي الفيديوهات. واو يا رايس حلو، واو شكرا نعم انتم حاليا بتشوفوا محتوى قناة شفا. نعم هذا هو محتوى قناة شفا. عادي شفا فاتت حفلة وفي غوريلات صاروا يتأثروا على الباب، يعني انا مش فاهم شو عم بيصير ولا الاطفال فاهمين شو عم بيصير. غوريلا زهرية وغوريلا سوداء قاعدين بيتأثروا على باب الحفلة، ما بعرف ايش بيصير ولا بدي اعرف ايش بيصير، بس هذا محتوى قناة شفا. والله استنى استنى، انا جد جد اول مرة اشوف هذا الفيديو. والله خلينا استنى، خلينا نكمل شوي. انتوا هيك فهمتوا المحتوى كامل، وانا صراحة ما بقدر اشرح اكثر من هيك، اكثر من اللي شفتوه انا ما راح اعرف. هذا هو محتوى قناة شفا، تمام يا جماعة؟ تمام. بغض النظر عن المحتوى الغبي اللي بتعمله قناة شفا، اللي هو مش مفهوم لأي حدا بالحياة، قناة شفا دائما في عندها فيديوهات بتكون عن المستشفى. هلا المسؤولين عن قناة شفا هم أهل شفا على ما أعتقد، أهل شفا دائما بودوه المستشفى، دائما مريضة البنت، ما بعرف هو هل جد مريضة، مش عارف شو بصير، أنا مش فاهم. قبل أسبوعين نزلوا هذا الفيديو، شفا في المستشفى، ما توقعت اللي صار. لما شفت الفيديو قلت يعني خليني افوت على قناه شفا اشوف شو فيه. لما فوت على القناه لقيت مليون فيديو بالمستشفى، مليون مليون فيديو كلهم بالمستشفى. خلينا نشوف هذا الفيديو اول شيء. اخباركم اليوم؟ مسكينه شفا تعبانه، شوف انفها كيف. محمد سلامت الشفا، سلامت. بنت وجع احمر وبرابيرها بدها تنزل وكل شوي بتعمل زي هيك. اختها ماسكه التليفون، شوفوا شفا مريضه. يا حرام، ايش عمي مشان الله. نفسي افهم يعني هاي البنت هلا صغيره عمرها 11 سنه، ولكن لما تكبر وتشوف فيديوهات إلها وهي بربيرها نازله بالمستشفى ايش راح تتعقد. تعبانه
حبيبتي سلام سلام، شو صوتك متغير؟ تعبانة يا قلبي، صوتك متغير. لازم من البداية للنهاية يصوروا كل لقطة في رحلة المستشفى، لازم تكون مصور. تعبانة، شوف خلت السرير، خلت الزحلقة سرير. يا حبيبتي يا قلبي حبيبتي، ايش البنت تعبانه وحاطه راسها على الطاوله. حبيبتي تعالي 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 يا الله. ايش فيها حبيبتي؟ شايفين يا جماعه، شايفين زي ما بحكي، بيصوروا كل لقطه من الفيديو، كل لقطه. لسه في فيديو ثاني اللي منزلينه قبل كم اسبوع أسوأ من هيك، اللي كانت عمليه. انا نفسي افهم كيف طلعوا هاي اللقطات للاطفال، والله يعني حورجيكم لقطه يعني مش عارف كيف طلعت للاطفال، والله ما عارف. شوف شو جرح ما شفته. ايش القرف، ايش القرف اللي حاطينه بالشاشه؟ ايش هذا؟ هاي قناه اطفال، اقسم بالله هاي قناه اطفال قاعده بتعرض هذا الاشي. هل قناه شفا كيف انتم بتعرضوا هاي الاشياء للاطفال؟ نفسي افهم هاي قناه اطفال كيف بتعرضوا هذا الحكي للاطفال. بعدين بصوروا كل لقطه، كل لحظه بصوروها، يعني حتى وهي مش صاحيه البنت بروحوا بصوروها. شفا حبيبتي كيف كانت العمليه؟ عورتش العمليه؟ شايفين، انا لما اجيت اول مره حكيت انه اهل شفا بيستغلوا شفا بهذا الموضوع عشان يجيبوا مشاهدات. امراض مستشفى ما عندهم مشكله، المهم يطلعوا مشاهدات من كل شيء بيصير مع شفا، حتى لو هذا الشيء خطير عليها وعمليه، لا بيعملوا فيه فيديو عادي ما عندهم مشكله. ما بيحسب حساب انه هاي البنت راح تكبر وتشوف الفيديوهات وتشوف حالها هي مخدره زي هيك وتشوف هذا الحكي كله على النت وكل العالم شايفينه، ما بيحسب اي حساب لهذا الموضوع. حتى خلوا شفا نفسها ترد على هذا الموضوع، ترد على انه في ناس بيحكوا انه اهل شفا سيئين، اللي هم انا حكي هذا الموضوع. هلا رح اورجيكم رد شفا، بس عندي اعلان صغير لازم اورجيكم اياه بعدين بنكمل الفيديو. اليوم يا جماعه راح احكي لكم عن تطبيق اب لايف. باختصار يا جماعه، تطبيق اب لايف هو تطبيق للستريمينج، تقدر تشوفوا فيه ناس من كل انحاء العالم. هذا التطبيق عليه اكثر من 300 مليون مستخدم من اكثر من 150 دوله، بيحكوا تقريبا بكل لغات العالم. اگر اپ لوگ چاہتے کہ اپ کا بھی کوئی اچھا سا دوست بنے لابي. التطبيق فيه خاصية مميزة راح تقدر تشوفوا فيها كل هدول الناس من كل دول العالم. التطبيق بترجم لكم الكلام اللي قاعدين بيحكوه في نفس الوقت اللي هم بيحكوه باللايف، يعني بهالطريقة بتقدروا تفهموا أي لغة بتنحكى بهذا البرنامج، بتتعرفوا على ناس من كل دول العالم، من أمريكا، إسبانيا، برازيل، من كل دول العالم، بتصيروا تتعلموا لغتهم وتشوفوا حضارتهم وتشوفوا شو بيعملوا باللايفات. في اللايفات بيعملوا كثير أشياء، مثلا ممكن يغنوا أنا أحبك يا حبيبي. برضه في نفس الوقت بتقدروا تفتحوا لايف مع اصدقائكم، او بتقدروا تعملوا غرفه في البرنامج تحطوا فيها لحد 9 اشخاص، وبتعملوا باللايفات مسابقات والعاب وكثير اشياء. شو يا زن؟ كيف البرنامج معك والله؟ والله رائع رائع، كثير رائع. اسمع والله، احكي لنا نكته، احكي لنا نكته. مره واحد حط طحنوه. نحفه ما شاء الله. طب غني. امين. قلت لي غني. فإذا عجبكم هذا التطبيق وحبيتوا تنزلوه، الرابط راح يكون موجود تحت في الديسكريبشن، وخلينا نكمل الفيديو. أبلاو. اوكي، هلا زي ما حكيت لكم، انا زي ما انا شايف انه اهل شفا بصوروها مهما كانت الاسباب، بوجهة نظري انه ممكن تكون مجبر على التصوير، زي لما تكون مريضة في المستشفى وهي مش واعية ومش صاحية. كانت العملية عورتش العملية؟ مجبر على التصوير. قال له شفا تطلع قبل يومين فعليا نزلت هذا الفيديو وتحكي عن هذا الموضوع. يا هلا خبر كذب، احنا ولا مره جبرونا على التصوير، انا اصلا احب التصوير. ما تصدقون اي اشاعه؟ ولا اشاعه، هي كلهم كذابين حسودين. يعني انا ما بعرف، بس انا حاسس انه شفا محفظه للجواب، يعني كانها حافظه الجواب من قبل، صح؟ اهلي موفرين لي كل شيء، اعطوني تليفون، اعطوني ايباد، اعطوني كمبيوتر، اشتروا لي غرفه نوم، اشتروا لي كل شيء. الحمد لله. اكون صريح معكم يا جماعه، ما اظن انه في طفل بيقبل انه تكون كل حياته تكون تصوير. اكيد في اطفال بيحبوا التصوير، بيحبوا يعملوا فيديوهات، ولكن انه يتصوروا هم بالمستشفى ومريضين ومش صحيين ومن عمليه، ما في حدا بوافق على هذا الموضوع، خصوصا اذا كانت طفله. وحتى لو وافقت على هذا الموضوع، هي طفله مش فاهمه هذا الحكي، مش فاهمه شو عواقب هذا الحكي لبعدين لما تكبر. اهل شفا لازم يفكروا بعواقب الفيديوهات اللي بيعملوها قبل ما يعملوها، سواء على الاطفال اللي بيتفرجوا على هاي الفيديوهات وعلى الاشياء المقرفه اللي بيطلعوها، او على شفا نفسها لبعدين. بس يا جماعه، هذا الفيديو كان تاعنا لليوم، فيديو رقم بعرفش قديش، اذا بتعدوا احكوا لي قديش انا صرت اعمل فيديوهات عن شفا. اذا انت جديد اول مره بتشوفني وعجبك هذا الفيديو، اشترك يا صديقي عشان اوصل 800,000، واتسمعوا لي فول انستغرام، هي اسمها انستغرام، اللي في الانستغرام، وبعتوا لي شو حابين اعمل بالفيديوهات الجاي، وانا ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام.